وما زلنا في كأس العالم المستمر لحد يوم 18 ديسمبر الجاري. أستاذ حسن، إيه أكتر حاجة استمتعت بيها حتى الآن في كل المباريات؟ في مباريات قوية، في مباريات مثيرة. يعني في فيلم أكشن وفي فيلم دراما. دراما، الدراما اللي هي الخصمين يبقى على نفس القدر من القوة، دي الدراما الحقيقية في المسلسل يعني، في الفن يعني. أيوه. بس الإثارة ممكن فيلم أكشن يبقى فيه إثارة، متعة يعني. يعني 3-3 الكاميرون مثلا مع صربيا، مش كده؟ ده ماتش مثير جدا بس مش قوي. اسبانيا مع المانيا ماتش صراع حقيقي على مدى 90 دقيقة، هجمة هنا وهجمة هنا، هجمة هنا وهجمة هنا، والدفاع هنا ودفاع هنا، في صراع. الكورة رأيي أنا مش جوان، الكورة صراع، لأن أنت ممكن النهاردة بعد الأربعة الأولى بتوع البرازيل أنا خلاص زهقت، لأن حسيت إني باكل حاجة حلوة وجزعت يعني، مش عايز تاني. لا خلاص بقى ما زهقت. بس ازاي الكوره مش جوان يعني؟ الله يرحمه كابتن لطيف، الكوره جوان. لا ممكن الماتش يخلص 7-0 جوان من ناحيتين، ممكن يخلص الماتش 7-0 وتلاقي الماتش مش حلو زي اسبانيا وكوستاريكا مثلا، بس يعني النتيجه هي الاهم. لكن لما يبقى الماتش فيه صراع، هجمه هنا وهجمه، زي الدراما والله صدقيني. الفيلم الحلو بيبقى فيه صراع، مش فريد شوقي لوحده بيضرب الناس كلها. فريد شوقي، انت مستمتع بالرحله، مستمتع فريد شوقي ومحمود المليجي، يبقى ده هو ده الصراع. هو الكوره اصلها جوارها هو الصراع على فكره. ده الفلسفه بتاعت الكوره من اول ما عارفه ببساطه بقى. هدف كل فريق انه ان يحتل ارض الاخر، دي حرب، وهي بيسموها الحرب المشروعه. وخصوصا جننت العالم بعد الحرب العالمية الثانية، لما الحروب الكبيرة العالمية يعني بطلت، ابتدى الإنسان يطلع غريزة الحرب في الكورة. مش أنا اللي بقول كده، ده علماء. لا أنا معجبة جدا بالتفسير ده، علماء مش ده مش تفكيري والله. ده علماء الاجتماع اللي درسوا الكورة وظاهرة الكورة. وعلى فكرة يعني ممكن نقعد نتكلم في الحكاية دي كتير جدا، وعشان كده بيبقى فيها برضو نزعه الوطنيه ونزعه الانتماء طبعًا ونزعه طبعًا. بس سالت نفسك قبل كده اشمعنى الكوره اللي عامله في العالم ده الحكايه دي ليه بقى؟ ومش لا دي استني بس، مش كره السله، مش كره اليد، مش كره الطايره، ما هي لعبات جماعيه. عارفه ليه؟ هبسطها لك خالص يعني. طبعا مش هقول كل حاجه، لكن هشرح لك فكره الصراع ببساطه شديده. كل هجمة في كرة اليد انت حضرتك قاعدة وعارفة ان فيها جون، فيها جون صح. كل باسكت، كل هجمة باسكت انت قاعدة وعارفة ان فيه باسكت. كل سيرف في الكرة الطايرة انت عارفة ان هو هيبقى بونت. لكن في الكرة كل هجمة فيها لا عندك شك في انها ممكن تبقى جون. هو ده سر الإثارة والمتعة بتاعت الكورة. ده حاجة، حتى لو ضربة جزاء، حتى لو ضربة جزاء طبعا عندك شك انها في ضربات جزاء ما جاتش، ضاعت. ده الكوريين يعني النهاردة كانوا بيلعبوا يعني كرواتيا لعبت لأول مرة في التاريخ شربات جزاء مش ضربات جزاء. ما شفتش فرقة بتكسب بضربات الجزاء بالسهولة دي. ده الكوريين يعني ما بيعرفوش يشوطوا بينالتي. اليابانيين قصدي اسف، اليابانيين الاثنين زي بعض. اليابانيين يعني ما بيعرفوش يشوطوا. لا والغريبه يا كابتن حسن ان الماتش ده اكتر ماتش ممكن يبقى فيه تكافؤ، ففي احتمال ان انت توصل لضربات ترجيحيه، فطبيعي ان انت تتمرن عليها. لو شفت البرنتيات مش مهيئين نفسيا خالص، اتمرنوا ان هم يشوطوا، مش مهيئين ابدا. لان هو اصل انا ممكن اتمرن على ضربات الجزاء، وانا شخصيا احط 20 ضربه في التمرين، لكن في الجمهور والضغط واللحظه بتاعت الحس. كل الكبار ضيعوا، ليفاندوفسكي ضيع، ميسي ضيع. كنت لسه بقول لياسر ان في 5 ضيعوا، والخمسه اللي ضيعوا جابوا جوان في كاس العالم، سجلوا هدف. ليفاندوفسكي، ميسي، سالم الدوسري، اندري ايوا، والفونسو ديفيس. الخمسه